يسعدنا أن تنضم إلينا من الرباط الشاعرة الروائية المغربية عائشة البصري. صباح الخير سيدتي، وأهلا وسهلا بك بصباح جديد. يعني بداية، لو تحدثينا عن مشاركتك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبرأيك ما يميز هذه الدورة؟ صباح الخير، صباح الخير لمشاهدي القناة الإخبارية، القاهرة الإخبارية، وشكرا على الاستضافة. أولا، معرض القاهرة هو محطة مهمة في الساحة الثقافية العربية، وهو محطة مهمة لكل متتابعي الكتابة والنشر، ناشرين وكتاب ومتابعين للجديد، وكذلك بالعربية وكذلك بلغات أخرى، بما أن المعرض الآن صار يعني وجهة دور نشر أجنبية، وقد جسد هذا التبادل الثقافي والتواجد الثقافي اختيار النرويج كضيف شرف. شخصيا لأول مرة أنا أشارك في هذا المعرض في مكانه الجديد، علما أنني سبق وقد شاركت في المعرض الكتاب القاهرة في مكاني القديم، أظن في مكان في مدينة نصر أظن. مشاركتي في هذه الدورة، كنت ضيفة مشاركة في فعالية الدورة 55 بلقاء مفتوح حول تجربتي الروائية والشعرية، وأمام جمهور من الأصدقاء والإعلاميين وكذلك القراء الذين يتابعون مساري في الكتابة. وبما أنني أنا شخصيا أنا ابنة سردين، أنا ابنة القاهرة، لأنني بعدما نشرت العديد من الدواوين الشعرية في دول مختلفة، وبعدما يعني إلى حد ما رسخت اسمي كشاعرة، بدأت الرواية بنشر ليالي الحرير، الرواية الأولى في القاهرة عن الدار المصرية اللبنانية. لحد الآن نشرت أكثر من 6 أعمال سردية في نفس الدار، ولهذا أعتبر أنني ابنة القاهرة سرديا. الملاحظة التي لاحظت على المعرض القاهرة هو هذا يعني المساحة الشاسعة. المساحة الشاسعة يعني لأول مرة أدخل معرض بهذا الشساعة. وكذلك ومرغم من هذه الشساعة هناك تنظيم، يعني تنظيم ونظافة للأمكنة، وكذلك التميز عرض الكتب. هنا الأروقة، جمالية الأروقة، وكذلك العرض الكتب بمختلف اللغات وبمختلف الأجناس، والاهتمام الكبير بأدب الطفل. هناك في هذا المعرض لاحظت أن هناك اهتمام كبير بأدب الطفل، بالكتب التي كانت معروضة وكتب مصورة، وكذلك بأنشطة موازية. كما لاحظت في مدخل المعرض أن هناك يعني ورشات للرسم، وكذلك هناك يعني مسرحيات الكراكيز، أظن الكراكيز. وكما أن رغم أن هذا المعرض هو لفت انتباهي أنه بعيد نسبيا، إلا أن الحضور المكثف للزوار كان حضور مدهش. صحيح، أظن سمعت أمس وصل إلى 4 ملايين. صحيح، 4 ملايين. نعم، زائر أظن. يعني بما أننا نتحدث عن الاختلاف، أنا عايزة أروح مع حضرتك عن يعني الحديث عن الثقافات المختلفة تحديدا في أعمالك، يعني تبحر أعمالك الشعرية والأدبية في ثقافات مختلفة. حدثينا عن هذا الثراء وعن أهميته. أولا، شخصيا قراءاتي متنوعة، يعني بين الفرنسية والإسبانية والعربية بطبيعة الحال، وكذلك أسفاري كثيرة بحكم الترجمات. أسافر كثيرا لأشارك في مهرجانات، معارض، لقاءات، معارض كتب في جميع الدول الأوروبية، الدول الأمريكا اللاتينية، الآسيوية. ربما هذا التنوع وهذه الأسفار وهذا
ربما هي التي جعلت تجربتي أو نوعت موضوعاتي وأغنت متخيلي الروائي. الملاحظ لتجربتي الشعرية والروائية، هناك انفتاح عن الآخر، عن اللغات الأخرى وعن الثقافات الأخرى. أنا لست ضد المحلية، لكن المحلية هي التي أوصلت كتب فيها الروائي الكبير نجيب أستاذنا نجيب محفوظ، وهي التي كانت يعني طريقا للعالمية وطريقا لجائزة نوبل. أنا لست ضد المحلية، لكن أظن أننا في حاجة الآن إلى انفتاح عن ثقافات أخرى، لأننا إذا أردنا أن نكتب نصا كونيا وأن نشارك في هذا النص الكوني لابد أن يعني أن نتزحزح من مكاننا قليلا، وأن نخرج بموضوعاتنا وكذلك حتى بطرق كتاباتنا إلى العالم الآخر، إلى العالم الغربي والعالم الأمريكي. أظن أن ربما هذا نعم سيدة عائشة طبعا، ولكن تحديدا روايتك الحياة من دوني لها طابع خاص وخلف كواليس عن سنوات كبيرة من العمل، لو تحدثينا عنها وعن الاحتفاء المستمر بها وما تفاصيلها. الحياة من دوني هي كانت رواية يعني حازت اهتمام الساحة الأدبية بنيل جائزة الشارقة 2018، معرض الشارقة 2018، وكذلك هي كانت حازت اهتمام الساحة الحقوقية كذلك، لأنهم اعتبرت كأنها أول رواية تتناول في العالم العربي تتناول اغتصاب النساء في الحروب، وقد لهذا فقد كان احتفاء الساحة الحقوقية بها أكثر من الساحة الأدبية. وقد قدمت هذه الرواية في مكتب الأمم المتحدة بجنيف يعني في إطار اليوم العالمي للغة العربية، وكذلك تم الاحتفاء بهذه الرواية من طرف اللجنة الوطنية للقانون الدولي القطري وكذلك المغربي. ربما لأنها كانت أول يعني أول مقاربة لهذا الموضوع، لأنه كان موضوع من الطابوهات التي لا يمكن أن نتحدث عنها. وهذا الموضوع بحد ذاته هو الذي تطلب يعني مجهود كبير. أولا تطلب لأن الرواية يعني تدور أحداثها بين الصين، بين المغرب والصين والفيتنام، يعني احتاجت مني يعني السفر بين هذه البلدان وبين هذه الأماكن، وكذلك احتاجت مني مجهود كثير لأن لها خلفيات تاريخية، يعني تبتدئ من الحرب العالمية الثانية 1937 وتنتهي 2000 في المغرب 2012. رواية بهذا الشكل كانت يعني تحتاج إلى وقت، وكذلك كانت تحتاج إلى دوكيومونتاسيون، يعني إلى الاطلاع على الوثائق. زرت معرض الحرب في مدينة نانجين التي كانت انطلقت منها الرواية، لأن كانت نانجا كانت هي النقطة السوداء في تاريخ النساء، في تاريخ النساء في العصر الحديث، لأن كانت عرفت مذابح واغتصابات وغير ذلك. ربما لأن هذه الرواية حظيت بهذا الاهتمام لأنها هي كانت هي إدانة لاستعمال جسد المرأة في الحروب، استعمال جسد المرأة لإهانة الشعوب وكذلك للإبادة الجماعية، أو أظن أنها كما حدث في مثلا في رواندا هناك كانت تصفية، محاولة تصفية عرقية عن طريق هذه الاغتصابات. الموضوع كان شائك وكان يحتاج إلى مجهود كبير من الباحث، وكان محتاج إلى كلام وإلى شجاعة المنتصبات، بما أنه موضوع يعني حساس بالنسبة للمرأة. أظن أن لهذا هي أخذت يعني حيز كبير من الاهتمام من في الساحة الثقافية وكذلك في الساحة الحقوقية. نعم نورتينا ونورتي معرض القاهرة، ونحن سعدنا بك جدا ونشكرك شكرا جزيلا الشاعرة والروائية المغربية عائشة البصري، كنت معنا من الرباط.